في هذا الفيديو سنكتشف بعضاً من أعنف الأفكار وأكثرها إبداعاً في عالم التصميم والتكنولوجيا، من المركبات المستقبلية إلى الهندسة المعمارية عالية التقنية، تدفع هذه المفاهيم حدود ما هو ممكن وتتحدانا لإعادة التفكير في الطريقة التي نعيش بها ونتحرك بها في العالم. لذا اجلس واسترخي واستعد للاستمتاع بهذه التصاميم المذهلة. بليكتروم. بدأ الإيطاليون عام 2023 بانطلاقة جيدة، وقد فكروا في مشروع سوبر ياخت يعمل بالهيدروجين تبلغ قوته 15,000 حصان. يتميز اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 74 متراً بهيكل خارجي من الألياف الكربونية وهيدروليكية قابلة للتعديل، حيث يمكنه الوصول إلى سرعات تصل إلى 139 كيلومتراً في الساعة. يتوفر على 4 طوابق و7 غرف نوم وحمام سباحة ومروحية هليباد ومرافق أخرى. بالمناسبة، إذا قرر أحدهم جعل المشروع حقيقة فسيتعين عليه العثور على حوالي 85 مليون دولار أولاً. أوفرتور. المهووسون بالطيران ربما سمعوا عن فريق بوم سوبرسونيك الأمريكي، حيث يعملون على طائرة فائقة الصوت للطيران التجاري، وكانت النتائج جيدة لدرجة أن الجيش مهتم بها. تعرف أوفرتور باعتبارها الطائرة التي يمكن أن تطير من ميامي إلى لندن في أقل من 5 ساعات، بينما تستغرق رحلة طيران أمريكا إيرليانز مباشرة على هذا المسار حوالي 8 ساعات و40 دقيقة. تبلغ السرعة القصوى لأوفرتور أكثر من 2000 كيلومترا في الساعة، وتتسع من 65 إلى 35 راكبا، وتتميز بنطاق يصل إلى 7800 كيلومتر. يخطط الفريق الأمريكي للبدء في الإنتاج في عام 2025 وإطلاقه لرحلات مجدولة بحلول عام 2029. أودي أكتيف سفير. تمتلك الشركة الألمانية أودي أيضاً شيئاً مفاجئاً لنا، وهو كيف سيبدو التنقل الراقي في المستقبل. فقد صمموا سيارة أكتيف سفير، والتي يمكن تحويلها إلى شاحنة بيكاب، صممت للأنشطة الخارجية والمغامرات في الطرق الوعرة. لذلك يمكن ضبط ارتفاع الأرضية من 108 إلى 148 ملم، ويوجد مساحة كافية للدراجات الهوائية ورف لحمل الألواح التزلج على السطح. يوفر محركان كهربائيان مجموع قوة 442 حصانا، والمدى الذي يمكن قطعه بشحنة واحدة هو 600 كيلومتر. تم ترقية التصميم الداخلي، حيث استبدلت الشاحنة بنظارات الواقع المعزز لتتيح للسائق والركاب النظر إلى أي عنصر في السيارة ورؤية إعداداته. فعلى سبيل المثال، إذا نظروا إلى المكبرات الصوتية فيمكنهم رؤية إعدادات الصوت. ووفقا للشركة، لن تقوم بإنتاج أكتيف سفير، لكن ستستخدم بعض المميزات في طرازات أودي المستقبلية. كوستوم بوغاتي إيرفي. الشركات تحب التجارب مع الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، وفي الواقع هذا ما أدى إلى ظهور مفهوم بوغاتي غير العادية. فالشركة الفرنسية للسيارات تساءلت عما يحدث إذا بدت في صنع شيء أكثر من مجرد سيارات هايبر، وكان الذكاء الاصطناعي هو المجيب على هذا السؤال، وهو القيام بدمج سيارة بوغاتي مع شاحنة، فكانت النتيجة على هذا الشكل. المكعب. المكعب بوابة إلى عالم آخر، وإذا صار كل شيء حسب الخطة فسيصبح وجهة جديدة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030. المشروع طموح حقا، حيث تزيد مساحة المبنى عن 2 مليون متر مكعب، ويبلغ طول كل جانب من جوانبه 400 متر. هل رأيت مبنى إمباير ستيت في الولايات المتحدة؟ حسنا، يمكن أن يتسع هذا المكعب لـ20 مبنى إمباير ستيت. إنه عمليا مدينة في داخل مدينة، حيث ستتوفر فيه مجمعات تجارية وفنادق ومسارح ومكاتب ومتاحف وحتى دار أوبرا. وسيكون الميزة الرئيسية هو برج دوار يقع داخل المكعب، مذهل ومكلف جدا، حيث تشير التقديرات إلى أن سعر المشروع سيبلغ 48 مليار دولار. سيبود. إذا لم ترغب في العيش في الصحراء فمرحبا بك في المحيط. سيبود دخلت بالفعل في الإنتاج، وستكتمل حوالي 100 وحدة بحلول نهاية هذا العام. تتراوح الأسعار بين 195 ألف دولار و 1.5 مليون دولار حسب الحجم ومحتوياته. على سبيل المثال، يتضمن الإصدار ذو 73 مترا مربعا 3 مستويات تشمل غرفة النوم وغرفة معيشة ومطبخ وحمام وغرفة تخزين. وإذا لم يكن ذلك كافيا، فهناك وحدة خاصة للشواء والحفلات المتاحة،
تزيد المساحة بنسبة حوالي 20%، يبلغ ارتفاعها عن سطح الماء 2.2 متر، لذلك سيتم استخدام الطائرات بدون طيار لتسليم الأحمال الصغيرة، وسيتم نقل الأحمال الكبيرة عن طريق السفن. هوبليس تعتقد الشركات المصنعة أنها كانت الأولى التي قامت بإضافة عجلة بحجم 30 بوصة إلى دراجة نارية. ذهبوا أبعد من ذلك وصنعوا نسخة بدون محور العجلة، الموديل المعروض على شاشة وكهربائي، مما يعطيك تجربة جديدة تماماً. عادة إحدى النسخ التي تعمل بالوقود استغرق إنشاؤها حوالي 5 أشهر من العمل، وتم تجهيزها بمحرك 1.8 لتر. بشكل عام لا يتعلق هذا المشروع بسرعة وإنما بالأسلوب. إليمنت بالازو سوبيريور، هذا المنزل المتنقل بالفعل حقيقي ويكلف حوالي 3 ملايين دولار، ويقدم رفاهية لا تصدق. في الواقع في 190 دولة تم اعتبار هذا النموذج الأكثر فخامة في العالم. يأتي بمحرك يصل إلى 600 حصان ويبلغ طوله 13.7 متر، ويتضمن مطبخا ودشا وغرفة معيشة وجميع الأجهزة اللازمة. ومن السهل أن تتخيل أنك في غرفة فندق فاخرة، والتصميم الخارجي مذهل بنفس القدر. تم دمج عناصر من عالم الطيران واليخوت والسيارات الرياضية. نيسان ماكس أوت إيف، قالت نيسان إنها تخطط لإنفاق حوالي 18 مليار دولار على تصميم سيارات كهربائية جديدة، ونجحت في مفاجأة الجمهور عن طريق عرض نموذج افتراضي لسيارات قابلة للتحول. ومع ذلك لا تنتهي المفاجأة هنا، لأن السيارة القابلة للتحول انتقلت بالفعل من العالم الخيالي إلى العالم الحقيقي على شكل نموذج بحجم كامل. لا يوجد الكثير من المعلومات حول خصائصها بعد، ولكن يتم دمج مظهر تصعيني مع محرك كهربائي ونظام دفع رباعي إيفورس الذي تم إنشاؤه خصيصا للسيارات الكهربائية. أعلنت نيسان أنها ستقوم بإنشاء 15 سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030. كلايب أي، الأبراج الشاهقة تزداد ارتفاعا يوما بعد يوم. على سبيل المثال، برج خليفة في دبي يبلغ ارتفاعه 830 متراً ويضم 163 طابقاً، لذلك من المهم تحسين وسائل النقل داخل هذه المباني الضخمة. ما رأيك في هذا المفهوم الذي تم عرضه في معرض الإلكترونية الاستهلاكية في الولايات المتحدة؟ الفكرة بسيطة، حيث تتحرك المركبة بين الطوابق مثل المصعد، وعلى الأرض يتصل بقاعدة خاصة ويتحرك كالحافلة. ويعتقد المصممون أن هذا المفهوم رؤيوي وواقعي، يأخذ بعين الاعتبار الركاب الذين يتم ترفيههم بمجموعات من المعلومات المفيدة، وكذلك المشاة، حيث سيتم رسم عبور للنقل الجديد أمامهم،